الأزلية على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طير السعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالية، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد، والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. يا ميك اهلا وسهلا فيكم دائما وابدا في طائر السعيدة، البرنامج اللي نتقف ونقتفي من خلاله بعض الاشياء الجميلة والرائعة في هذا البلد الجميل، من ثقافات، من اماكن، من اشخاص، من عادات وتقاليد. عشان كذا نوعنا لكم في هذا البرنامج بمجموعة هائلة من الفقرات المختلفة ما بين سياحية وثقافية وترفيهية ومسابقاتية وغيرها الكثير. من هنا من اعالي جبل الصبر بهذا الستايل الصبري أبدأ معكم مشوار اليوم، أهلا بكم. إذن رحالتنا سيكون متنوعا ومختلفا كتنوع واختلاف هذه الطرقات باتجاهاتها المتعددة، لكن قبل كذا حنتوقف مع سؤالنا في حلقة اليوم، وسؤالنا يقول: اذكر أسماء شارعين اثنين مسميان بأسماء شخصيات يمنية هنا في السعودية. إذا تعرفنا على أصحاب هؤلاء الشخصيات وعرفنا منهم وتفاصيل هذه الأشياء، حننتقل مع بعض إلى الرحال. خلينا نشوف مع بعض الفائز في هذه الحلقة. الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا مايا، أهلا وسهلا فيك، ونورتي الرياض، ونورتي السوق المعاقلية، وأهلا وسهلا فيكم وأنت والطاقم أجمعين. الله يعطيك العافية، وشرفنا في وجودكم موجودين هنا عندنا بالرياض. إن شاء الله الله يحفظك. إن شاء الله. هذه حلاوة شو اسمها؟ هذه حلاوة اسمها هريسة، بس نوعية هذه اللي هندية. جميلة. أيوة. طيب أنا عندي فكرة، إذا ربحت، إذا أنا أعطيك سؤال، إذا جاوبت أعطيك جائزة، إذا ما عرفت أخذ الحلاوة وأمشي. الحلاوة لك كامل بدون جائزة. لا أنا أعطيك عرق جبيني. ما فيش مشكلة، تفضلي. اذكر لي أسماء شخصيتين يمنيتين تم تسمية شارع من شوارع الرياض بأسمائهما. أنت على بال ما تفكر أنا بقى. والله شوارع الرياض فيها شخصيات بأسماء يمنية ومناطق يمنية، أريد شخصيتين يمنيتين موجودة بأسماء يمنية في شوارع الرياض. بأسم الشخصيات؟ لا والله ما أدري بش أسم الشخصيات. الحلاوة لك. يمنية، شارع يماني، شارع اليماني، حافة غنيه جده، حافة اليمانيه، حافة اليمن، شارع حضرموت،
ماشي. من عبد العزيز؟ كل ما حصلت واحد يقول لي شارع عبد العزيز، اعرف منو ذا عبد العزيز؟ عبد العزيز ما هو شارع الشيخ. الشيخ انا اقول لك بالسعوديه. السعوديه ماشي. يعطيك العافيه. اسمك؟ عبد المحسن القطاني. من وين؟ من السعودية. من السعودية. من وين؟ من السعودية. مكة. يا حيا، ايش احلى حاجة هنا في مكة بعد البيت الحرام والمعالم الدينية؟ شعبية ولا كله؟ احنا نريد نتعرف عبر القناة، قناة السعيدة، على كل الاشياء الحلوة في مكة. عندك بالنسبة للاماكن الشعبية، عندك حي الملاوي. اكا من اجمل الاماكن، اجمل الاماكن الشعبية. ان شاء الله نزور فرفيرة، كيرم، ضومنة، كل شيء موجود فيه. ان شاء الله نزور باذن الله. بالنسبة للحياة الراقية للعوالي. طيب راح اسالك على الرياض. في الرياض اسماء شوارع باسماء يمنية، شخصيات يمنية. اعطيني اسماء شوارع موجودة باسماء يمنية. اول شيء ترى ما ترى توني في الجديد في الرياض، ماني اي توني جديد. يعني ما تعرف؟ لا، اسماء عمر ايوه، شوارع لا والله. شوارع اي، شخصيات يمنية ومناطق يمنية. ما عندي علم انا والله. راحت عليك، كسبنا شوفتك. حياك. شكرا لك. شارع شخصيات يمنية. اي بشخصيات يمنية. يعني مش باسم شارع، قصدي ان شارع السفارات. لا بالسعودية. لا شارع باسم شخصية يمنية. عبد العزيز شارع باسم شارع مين؟ مش عارف، بس شارع عبد العزيز، شارع مش عارف، شارع عبد العزيز. عبد العزيز مين؟ الله، هل في خيارات؟ لا. يا الله يعطيك العافية، يعطينا ويعطيه. شكرا. يعني في السعودية في معك اسماء شوارع او اسماء مناطق موجودة باسماء شخصيات يمنيه او محافظات يمنيه، اذكر لي اسمها. قليل. قليل. ايش ذا القليل؟ منطقه في السعوديه. وهذا باسم يمني؟ وين الاسم اليمني مدخل الاسم القليل؟ انا اشي اسماء شخصيات يمنيه. عارف، يعطيك العافيه. اتجول هنا في شوارع عدن لابحث عن اسماء شوارع موجوده في السعوديه باسماء شخصيات يمنيه وكذلك مناطق يمنيه. نشوف احد الاشخاص. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ عمو حسين. من وين؟ من خور مكسر. من خور مكسر، الله يعطيك العافية. ايش تسوي هنا؟ ابيع لحم. وين اللحم حقك؟ خلصته؟ كمل كمل. الله يوفقك ان شاء الله. انا عندي سؤال، اذا عرفت تكسب جائزة. ايوه. في السعودية هناك شوارع، هي الشوارع مسمى باسماء شخصيات يمنية او مناطق يمنية. اعطيني اسم هذه الشوارع او هذه المناطق. في السعودية هناك اسماء شوارع يمنية. يعني شوارع باسماء يمنية. والله اعطي لي اعطيك الإجابة؟ اختيارات. تعرف تقرأ؟ ايوه. هذه الإجابة. شفت ماني عمري ما قلبت الإجابة مكتوب، اقرأ الإجابة هذه. ايش هنا مكتوب هذا؟ هذا لو افتهم لك خط المخرج يعني. الحسن. هذا خط الله فوق. ايوه. حسن بن أحمد. بن أحمد مين؟ المهدي. الهمداني. الهمداني. محمد إسماعيل. شارع مين كمان؟ شارع حضرموت. صح، شارع حضرموت، شارع الحسن بن أحمد الهمداني. كيف افتهم لك خطه؟ خلاص غيرتي. والله انا ما اقول لك الاخر، ما يفهم الا اللي خلقه. الله يعطيك العافيه. اذا رحلت ستكون في حلقه اليوم هناك نتحدث فيها عن بعض من هذه الشوارع والمناطق التي سميت باسماء محافظات او شوارع او شخصيات يمنيه. وقبل ذلك اسلم الجائزه هنا لاخونا من عمو حسين محمد. محمد حسين محمد من فين؟ من خور مكسر. من خور مكسر. وجائزه الرحال طائرة السعيده 6 من هنا وهناك 50,000 ريال. الف الف مبروك. يعطيك العافيه. يا مرحبا بكم في رحالة اليوم اللي حنحاول من خلاله ان احنا ننطلق من هذا المكان. مثل ما انتم شايفين هنا في المملكة العربية السعودية عندي شارع يحتوي على مجموعة من الابراج، لما سألت ايش هو كلموني انه يعتبر او يسمى شارع العليا المعروف او الى قريب منطقة العليا المعروفة بالابراج. اللي لفت نظري هنا في الرياض وغيرها من المدن انه في العديد من الشوارع المختلفة المسمى باسماء يمنية، سواء كانت اسماء شخصية يمنية او حتى محافظات او مناطق. فعشان كذا حنحاول نتجول فيما بين هالبيت ونتعرف عليها ونقتنص ايضا بعضا من التفاصيل المشتركه بين اليمن والسعوديه. ايش حتكون هذه التفاصيل؟ انا ما حتكلم عليها وانما حترك الميدان اللي يحكم في اثناء هذا التجوال. في شوارع الرياض تجولنا نتأمل معالم وتفاصيل هذا البلد ونبحث عن رابط يمني يجمعنا به لنجد العديد من الروابط، ومن أبرزها ما تم تجسيده في الشوارع التي أطلق عليها مسميات لشخصيات يمنية.
ومن أسماء الشوارع أيضا التي سميت بأسماء محافظات يمنية هو شارع حضرموت في العاصمة السعودية الرياض، والذي يوجد هنا في حي الخليج. حقيقة ما زلت أبحث عن سبب تسميته بشارع حضرموت، هل لأن الحضارم ربما هم من يمثلون أعلى نسبة في السكن، أو ربما لأن المناطق المحيطة به هي مجموعة لمطاعم حضرمية متعارف عليها. لكن ما يهمني هو أن بعضا من محافظات الجمهورية اليمنية تجسدت في هذه الأماكن إما على أسماء أحياء أو على أسماء شوارع أو على أسماء دوار وغير ذلك من التفاصيل الأخرى. شارع حضرموت كان أول من قابلنا، كيف لا؟ وحضرموت من أكبر محافظات الجمهورية اليمنية مساحة، والتي يهتز الوجدان لمن يزورها، لذا سمي هذا الشارع باسمها، فيشعر اليمني أنه في بلده. استمرت رحلتنا بحثاً عن شخصيات يمنية جسدت في شوارع الرياض، حيث تطلق المسميات أمانات المناطق في المملكة كما أخبرنا. اختلت الأقاويل وتعددت حول تسمية بعض الشوارع سواء كانت فرعية أو عامة بأسماء مناطق يمنية أو أسماء أحياء يمنية أو حتى أعلام يمنية. وأنا في طريقي مع زملائي صادفنا هذه اللوحة، شارع الحسن بن أحمد حي المغرزات أو المغرزات، والتي أخبرنا عنها بعض الأهالي الساكنين هنا. ويخمن الكثيرون بأنه يعود للعالم أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، الذي ولد في العام 280 للهجرة، وكان يعمل في آلية نقل الحجاج من صعدة إلى مكة. كان عالما كبيرا، وهذا مما ساهم في رفع قدره بين أقرانه، حيث عاش فترة طويلة في صعدة، ثم بعد ذلك جاور مكة لمدة 6 سنوات. قد يكون هذا شارعا عاما أو شارعا فرعيا لا ندري، لكن في الحقيقة سنحاول أن نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الأزقة والشوارع. ما يهمنا فقط هي أنها جسدت أسماء شخصيات يمنية أو محافظات أو مناطق جعلت أبناء اليمن في المملكة العربية السعودية يسعدون من أجل ذلك. شارع الحسن بن أحمد الهمداني عالم يمني من أعظم جغرافي جزيرة العرب، انتفع منه المتخصصون وأهل الطلب، تعلم الأسفار والترحال مثل أبيه، واشترك مع أهله في نقل الحجاج من صعدة إلى مكة، حيث أخصب سنوات عمره في تحصيل العلم والتدريس. شارع زيد الصنعاني في مسميات شوارع الرياض كانت لنا معه وقفة، ويرجح بأنه يعود للمحقق الكبير زيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن القاسم بن محمد الحسني اليمني الصنعاني. توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار، كان أحد المؤلفات المخصصة لهذا الإمام، الإمام محمد إسماعيل الصنعاني، وبالتالي سمي هذا الشارع الموجود في الرياض باسمه، وذلك لأنه كان عالماً جليلاً وفقيهاً في علوم الدين وغيرها الكثير. أيضاً وجدت له العديد من المؤلفات المختلفة التي تجاوزت 100 مؤلف، ولهذا كان له قدره بين أبناء بلده والمناطق الأخرى المختلفة، ولهذا عرف هذا الشارع باسمه، وأصبح يدل على مكانته الكبيرة من خلال تذكير الناس به وبشخصيته الفريدة. Thank you.
دخلنا من الشوارع إلى الأكلات الشعبية السعودية واليمنية مثل ما حكيت لكم، و يعني دلوني على هذا المكان وعلى هذا المطعم. أنا أول ما شفت ما شاء الله الديكور الخارجي لوحده حكاية، فكيف أنك تجمع الديكور النجدي الأصيل مع بعض اللمسات اليمنية الموجودة بتفاصيله اللي بتخلي الناس يحضروا إلى هذا المكان يتعرفوا على أبرز الوجبات. إحنا الآن إيش حنسوي؟ حندخل المطبخ نتعرف على هذه الوجبات، نشوف الاشتراك فيما بينها البين، سواء كانت وجبات رسمية، وجبات فرعية، مقبلات، حلويات، أشياء كثيرة. هيا بنا. تعرفوا ايش اجمل شيء؟ ان اليمنيين لما جاوا هنا حتى انهم قاموا بعملية الاستثمار لبعض المشاريع الجميلة، حاولوا الدمج بين الثقافتين اليمنية والسعودية. انا شايفة هذه اللي نسميها احنا اصلا تشريفات، هي اصلا موجودة في اليمن في بعض المباني، سواء كان في الصناعة القديمة ولا حتى في محافظات اخرى موجودة هناك تراث سعودي موجود في هذا المكان. ايضا النقوش او الالوان او الاشياء الجميلة الموجودة على بعض التفاصيل المخصصة للأبواب، هذه التفاصيل تحكي حكاية النجد والحجاز وكيف يعني تعايش بها الناس ومعها، وكيف استطاعوا أنهم يأتوا بالتراث القديم. الناس صار الآن يبتعدوا ربما نوعا ما عن الحضرية، الأشياء التي تتلائم مع سرعة الوقت وعصر التكنولوجيا، ويعودوا دائما إلى الأشياء القديمة فيما بين البين. فكيف انه كمان حتى المطابخ اصبحت يعني معروضه، سلام الله عليك كيف حالك، على الملأ علشان انهم يعني يكشفوا جمال هذه الاشياء. انا شايفه هنا معايا كذا زي ايش سوي هنا انت، ايش سوي هنا خبز تميس، سوي التميس، تميس اليمني تسوي هنا، تميس باكستاني. اه هنا كمان في بعض الاكلات يمنيه وسعوديه، وفي معاهم ايضا بعض الاشياء الخارجه. في واحد منهم جاهز ولا لا؟ لا لسه ما جاهز، خلاص احنا حنرجع له بعدين ونشوفه فيما بعد، ونروح نتعرف على ابرز هذه الوجبات اليمنية السعودية، ومين كانت الاكلة الاساسية، واحيانا بعض الاكلات تختلط وتندمج فتصبح اكلة واحدة. الله على هذه التفاصيل، شوفوا شوف المطاعم لما تكون شعبية تجذب الزبائن، تحسسك بالعودة للماضي. حتى طريقة التصميم موجودة، احنا عندنا في مباني في اليمن كثيرة من المنازل القديمة ما زالت مثل هذه السقوف الخشبية المكونة من جذوع النخل، المواد المخصصة او البنايات المبنية من اللبن وغيرها، حاجات كثيرة احنا اول ما نجي نشوفها كده اكيد ان نفسك حتفتتح على الاكل. بصراحة انا قعدت كثير، وانتم قعدتم يا شباب ولا لا؟ ردوا عليا، ردوا صحيح. طز هروح انا للمطبخ اتحرك واشوف هذه الاكلات اليمنيه السعوديه، كيف ان اليمنيين ما شاء الله كيف نقلوا هذه الحضاره الى هذا البلد وحاولوا ان يعرفوا الناس بها. طبعا من ابرز الوجبات التي عرفت هنا في السعوديه وانتشرت وجاءت من اليمن هي وجبه المندي، هذه الوجبه الرائعه والمميزه اللي تعارف عليها ابناء الشعب اليمني فنقلوها للشعب السعودي. فاحنا حنتعرف ايش اللي يقابل وجبه المندي على وجبه السعودي. ما شاء الله هي طبعا تكون مدفونه تحت مثل ما احنا شايفين تحت الارض بالفحم. الشباب الان يطلعون اللحم وتوكل على الرز، ناس يأكلوها على العسل. فسبحان الله الذي أودع في بلادنا هذه الخيرات وخلانا أن إحنا ننقل هذه الثقافات إلى بلدان أخرى. ما شاء الله الصلاة على رسول الله. هذا الآن كم يأخذ وقت تحت هو مدفون تحت؟ ساعة ونص يأخذ على حسب طبيعة اللحم أنا أعتقد. نعم. ده هو لحم صغير ولا كبير؟ إذا كان لباني يحتاج وقت أكثر. إذا كان إيش؟ صغيرة لبانية
يحتاج وقت أكثر. وما شاء الله هذه إذن تعتبر وجبة المندي المشهورة اللي نقلوها اليمنيين. أنا حتحرك الآن أشوف إيش الوجبة السعودية اللي تقابل اللحم المندي اليمني. طيب استاذ عبد الله من المسؤولين هنا في احدى هذه المطاعم. استاذ عبد الله الان قلت لي اللحم المندي يقابل اللحم الايش؟ اللحم بالمرخ. اللحم بالمرخ وجبه سعوديه من الاكلات الجنوبيه السعوديه. اكلات جنوبيه سعوديه تمام. كيف تطبخ؟ شجره الجنوب تحط فوق اللحم وتطبخ معاه في الحفره نفسها. يعني هو اللحم بالمرخ هذا يدخل تحت الحفره؟ يدخل تحت الحفره في النور. ها بس ينحط عليها عشبة المرخ السعودية وهي تعتبر من الأكلات الجنوبية السعودية واللي صارت مشتركة. أنا الآن أريد أشوف جزء منها. ممكن نشوف هذه الأكلة أكلة اللحم بالمرخ السعودية. هذا إيش يا أخي عبد الله الآن؟ هذه إيش؟ هذه شجرة المرخ. هاي شجرة المرخ. هاي شجرة المرخ مثل ما قال اللي تنحط على اللحم تعطيها ريحة. ها يحطوها على اللحم يدفنوها تحت التنور نفسه تتنفس اللحم بالمندي وتنحط وتطلع بنكهة مختلفة. ما شاء الله سبحان الله. وهذه العشبة من وين تجيبوها؟ لها مصادر خاصة. لها ايه؟ لها مصادر خاصة. أنا حاخذ اللحم وراح أتأكد المصادر الخاصة هذه من وين جت، حتعرف عليها أكثر وكيف إن الفارق ربما إذا الفارق حيكون في الطعم فقط لا غير. القرصان المعروف هنا في السعودية اللي سوى منه الوجبة الخاصة بالقرصان. أريد بس يا شباب ملعقة. هذا المنتج يحطوه دائما على قدور مثل هذه وبعد كذا يقوموا بعملية طبخ المرق الخاص فيه الكشنة المخصصة وتوضع بهذا الشكل مثل ما احنا شايفين مع الخضروات. طبعا يكون أكثر من رائع. هذه طبعا تعتبر وجبة سعودية. احنا ايش اللي يعني يشابهه كالمعتاد؟ احنا يشابهه الفتة بالمرق. الفتة بالمرق الفتة اليمنية الاصيلة. طبعا احنا عندنا فتة بالعسل، فتة بالحليب، فتة بالمرق باشكال كثيرة جدا. بس انا الان احاول ان اجيب بعض الاشتراكات الفنية الموجودة بين هذه الوجبات وآلية تقديمها وتعريف المجتمع السعودي بها ونقل الخبرات بين اليمن والسعودية. الشفوت، المرقوق، القرصان، القريش، البرمة، المندي، الفتة، كل حاجة هنا حتلاقوها في هذا الرحال اللي حاولنا من خلاله ان احنا ندمج بعض هذه الاكلات اللي اخذت من النمط اليمني وهي اكلات سعودية او الاكلات اليمنية اللي اخذت من النمط السعودي وصارت مشتركة فيما بينها البين. ما شاء الله انا عندي هنا سفرة جميلة ورائعة من بعض الاكلات هذه. القريش السعودي، القرصان اللي يسوى دائما بالخضار واللي سويناه اول زي ما كنتوا شايفين، في معنا المرقوق يسموه هنا واللي يطبخ مع اللحم، وغالبا هذه ربما نوعا ما توكل في الشتاء لانها تعطي قليل من الطاقة من شدة الجسم. تقابلها احنا عندنا بعض الشوربات الموجودة، عندنا شوربة البر اللي تطبخ احيانا اما بالحليب والسمن او احيانا تطبخ باللحم والمرق. في معنا ايضا اللحوح، عرفتم اللحوح اليمني تبعنا برضو موجود هنا، وهذا اللحوح أيضا يباع في المحلات التجارية الموجودة واللي تصنع منه وجبة الشفوت اللي معروف عليها في اليمن. عندنا الوجبة الرئيسية هي وجبة المندي، ومثل ما احنا شفنا في السعودية يسمى احيانا اللحم بالمرخ، وعرفنا النفتة اللي تحط عليه وتنطرح بحيث انها تعطي نكهة جميلة. أيضا الوجبات اليمنية الموجودة والمعروفة عندنا اللي هي ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي البرمة، برمة اللحم، البرمة المتعارف عليها اللي تطبخ بطريقة معينة بالمرق بالأشياء الأخرى وتعطيك أيضا نكهة
جميلة ورائعة. ما ننساش ما ننساش بنت الصحن، بنت الصحن حقنا اللي إيش تحط دائما عليها قطرات بسيطة جدا من العسل لتعطيك قيمة عالية. طبعا ما شاء الله بس العسل هنا ثقيل نوعا ما. في من هذه الحلويات أيضا اللي أخذت ما بين التراث اليمني والسعودي اللي هي العريكة اليمنية والمعصوب السعودي، كيف إنها تجمعت فيما بينها البين. وما ننساش وجبة العصيدة اللي انتقلت من اليمن كذا طيران لهنا للسعودية، وعندنا إحنا وجبتنا اللي معروفة في السحاوق هنا في السعودية تعرف باسم السلطة الحارة. احنا حاولنا أن نظهر بعضا من اندماج الثقافات ما بين اليمن والسعودية التي تضيء حياتنا وربما تنطفئ كانطفاء الإضاءة في هذه اللحظة، لكنها تظل مشتعلة في داخلنا لهذين الشعبين الشقيقين بثقافتهما المشتركة بالأشياء المتواجدة ما بينهما وما بين كل الدول العربية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا في حقرة رحالة اليوم وبين ثقافتين. وبه نستعين، واهلا وسهلا بكم في فقره مع بعض، الفقره اللي نحاول من خلالها نسلط الضوء على ابرز الشخصيات الموجوده في الميدان اللي بيشتغلوا في مجال الاعمال المختلفه. يا ما باع متجولين تغيرت اعمالهم، يا ما ناس خرجوا يشتغلوا مكانهم يشتغلوا، بالذات النساء والاطفال. هدفنا في هذه الفقره ان احنا نعزز فقره الايثار، بحيث ان احنا اذا صادفنا شخص وسالناه وجاوب اخذ الجائزه، ما عرف يروح يسال ثلاث اشخاص لثلاث فرص، بعدين اذا واحد منهم جاوب يحق له اما انه يقتسم الجائزه مع الشخص الاساسي وقيمتها 60,000 ريال، او انه يقول للشخص الاساسي خذ الجائزه حلال عليك. خلينا نشوف مع بعض مين حيكون بطل هذه الفقره. خلونا ندور مع بعض. فاروق ونادر كمان لو شفتم معايا حالب، يعني حد من البائعين المتجولين او الاطفال او البائعات كلموني، هم غالبا ما نلاقيهم متواجدين في الاسواق، غالبا ما تلاقيهم متواجدين في الاسواق او احيانا يكونوا مفترشين الارض. والله شكلنا يا شباب هذا المكان كله ما فيش. لو نرجع لافوق ثاني مره وتعبكم معايا ونشوف ربما نلاقي حد او شخص معين او ايوه. وانت لو تنظم لنا حركات المرور شكرا. ما تعرفوش حد يا شباب هنا، واحد يبيع ولا واحد يشتغل ولا حالته يعني تعبانه ولا لحظه، في وحده ماسكه بخور. تعال تعال. ايش تسوي هنا؟ اطلب الله. انت تبيعي بخور؟ ابيع بخور وعطور. تبيعي بخور؟ ايوه بخور وعطور. بخور وعطور، الله يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. عارفيني باسمي؟ غفران عبد السعيد شمسان الزريقي. حيا بك يا غفران، حيا بك. ومن اللي يسوي لك البخور والعطور؟ والله انا. انت تطبخيهم تسويهم بنفسك؟ ايوه بس ما يعني على قد ما استطيع طبخه واحده بالسنه. ليش طبخه واحده بالسنه؟ ما اقدرش اوصل يعني لطبخت كثير. كم قيمه الطبخه تكلفك؟ كم يعني في عدة طبخات، في طبخات من 15، في من 30، في من 40. يعني ما اقدرش اوصل لاني على ما سلك بالعطور كذا. ولما يعني طبخه واحده قيمتها 15,000 ما تفعليها الا بالسنه مره، لانك ما تقدرش تدبري ال 15,000. اوه لان اشقى على اربعه قهال. معك اطفال؟ ايوه معي اربعه. ما شاء الله الله يحفظ لكم. غفران انا معايا الفقره هذه اسمها فقره مع بعض. انا ممكن اسالك سؤال، اذا عرفت تجاوبي تكسبي 60,000 ريال. تعرفيش على طول كذا من سبحان الله نعرف؟ ان شاء الله عليه. قولي بسم الله. شوفي شو سؤال بسيط، هذا سؤال خاص مني. هذا البخور ايش اسمه؟ عود. اسمه ايش نوعيته؟ في بخور عرائسي، في بخور ملابس، في بخور. في معي بخور هذا عرائسي. عرائسي، وايش عاد تبيعي كمان؟ هذا ايش؟ هذا العطور بخاخ رجالي ونسائي. وهذا ابنك؟ ايوه. كيف حالك؟ بخير. ايش اسمك؟ ناصر. تاخذيهم معك دائما؟ اخذ هذا بس.
كيف احساسك وانت كمرأة تخرجي وتبيعي كذا؟ ايش احساسك؟ مفتخر بنفسي قوي. والناس كيف يتعاملوا؟ يتعاملوا بكل احترام صراحة. ما وش عيب عمل المرأة اطلاقا؟ اهم شيء ما عملش حاجة غلط، اهم شيء نطلب الله واكل بعرق زندي. طيب ايش الصعوبات اللي تحصليها؟ ايش الصعوبات اللي تواجهيها؟ يعني الشغل، موقف الشغل انه في احيان طلبة الله ما فيش، هذا صعوبات. احنا حندردش مع بعض واحنا ماشيين، خليني اسالك السؤال اللي عليه 60,000 ريال، اذا عرفتي تجاوبي تجاوبي، ما عرفتيش اعطيكي 3 فرص تسالي اكثر من شخص. اللي بعدين حيجيب لك الاجابه الصحيحه هو حر، يا يقسم الجائزه معاكي يا اما يجيبها لك كلها. اتفقنا. ما هي، تعالي يا غفران، المدينه التي عرفت او سميت بمدينه الضباب؟ عشان ما اديش في قدر الناس مرانه مليان، شكلك اختاري واحد. نعم خلينا نختار واحد. ايش اللي معك الان انت تبيعي غير البخور؟ تعالي خلينا نمشي. عطور وايش؟ عطور مخمريات. عطور مخمريات. يلا، ما هي المدينه التي عرفت باسم مدينه الضباب؟ اب مش عاد اب اب لا مش اب. طيب تعالي الان انا باخذ منك هذولا وانت بترجعي مذيعه، تاخذي المايك وتمشي تتحركي وتسالي الناس، تقولي اول ما توصلي تقولي السلام عليكم يلا مع بعض، وبعدين تعطيها السؤال، اللي حيعرف هو بعدين حر انه يقتسم الجائزه معك ولا لا. جاهزه؟ هذه غفران تتحول الى مذيعه، انا اجيب لك الاسئله، هاتي حقك الكيس. غفران انا حمسك لها بضاعتها، وانت بسم الله الرحمن الرحيم انطلقي يا غفران الى الامام واساليهم السؤال. بسم الله. ما هي المدينة التي سميت بمدينة الضباب؟ تعز. لا لا، إجابة خاطئة. يعطيك العافية. إذا راحت عليك فرصة واحدة يا غفران. باقي معانا فرصتين. نحرص إن إحنا نختار شخص مناسب. السلامة. ما هي المدينة التي سميت بمدينة الضباب؟ قربي المايك. مدينة عرفت بمدينة الضباب. ها؟ سريع سريع، مش معنا وقت، معنا لها نص دقيقة. جيب أي مدينة. بني يوسف. لا غلط، يعطيك العافية. طيب نحاول إحنا نحرص على اختيار شخص مناسب. نواصل يا غفران. السلام عليكم. يلا حطي المايك وسعلي. ما هي المدينة التي سميت؟ ايوه كذا كذا صح، بس انسى كلمة. مدينة اللي سميت مدينة الضباب. ما هي المدينة اللي سميت مدينة الضباب؟ مدينة لندن. مدينة لندن. لماذا سميت لندن مدينة الضباب؟ اصحابها كانوا يستخدمون الخشب و يستخدمون ايش؟ الخشب. أه. ايوه بس هذا اللي اعرفه. ما دخل الخشب؟ ما دخل الخشب؟ اشياء قديمة. ما دخل اشياء قديمة، تخبط شنطة. مدينة لندن مدينة الضباب، الأجواء الضبابية الموجودة فيها، استخدام المعظم الأدوات اللي كانت تطلع عليها أصلاً الخشب عشان يعني هطول الأمطار و. طيب اسمك الكري؟ حسان شمس الدين محمد علوان. حسان، حسان شوف هذه الفقرة اسمها فقرة مع بعض. إحنا ناخذ فيها أحد الباعة المتجولين اللي يشتغلوا ويطلبوا الله على أنفسهم. معاهم جائزة، أنت يحق لك إما إنك تقول الجائزة لها كلها أو إنكم تقسموها نصفين. الجائزة قيمتها 60,000 ريال، غفران كانت بطلة الفقرة. فإذا تتشاركوا الحلقة، قسمنا الجائزة بينكم الآن، تتشاركوا الحلقة تتشاركوا الجائزة، أو إنك تقول لها لك يا غفران زي ما تشي عادي. لا أنت هذه الفقرة أنت اللي تحددها كصاحب شاشة. نص بنص نص بنص عادي. نص بنص. إذا اسمك الكريم؟ حسان شمس الدين محمد. حسان. أيوة. حسان تشتغل على موتور. على موتور، الله يوفقك إن شاء الله، كلكم شاء طالبين الله. أيوة. إذا يا غفران، حسان جاوب وآثر أن يقسم الجائزة بينك وبين نص بنص، وهي 60,000 ريال. تفضلي يا غفران، ربنا يوفقك إن شاء الله، يفتح لك أبواب الخير. كلمة تقوليها لكل النساء اللي اضطروا أنهم يشتغلوا أثناء فترة الحرب، أقول لكل أخواتي يعني النساء أن يشتغلوا، الشغل مش عيب، والشغل لك يعني شرف كبير، وربنا إن شاء الله يوفقني ويوفقكم ويوفق أمة محمد أجمعين يا رب. إذن في فقرة مع بعض من طائرة السعيدة هنا في مدينة التربة تسلم الجائزة بالتساوي 60,000 ريال بين غفران وحسان. ألف ألف مبروك، يعطيكم العافية. شكرا. سعد الله أوقاتكم دائما وأبدا في هدرع الماسي، وأسعد الله أوقاتكم بالابتسامات الجميلة اللي بترسموها أنتم الموجودين معنا في الميدان ومع الشخصيات الرائعة اللي بنلتقيها اليوم. أنا معي إحدى الشخصيات الجميلة
من فتيات محافظة عدن. سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. أول شيء مالك؟ مالن مالك بكرتي لنا هكذا منقب من صبح الله وإحنا ما قتلعناش طوال 6 سنوات مع واحدة منقبة لحالها يعني. مش أنت قلت بتعطيني حق الفتاشة؟ أنت تشغل الفتاشة. أكيد ضروري اشتريها. وهذا حق الفتاشة خاتم ها. ذهب ولا مطلي من ذهب؟ لا مطلي. مطلي خلاص مقبول مني. افتشي. وريني. كيف حالك؟ الحمد لله. حبيبي باسمك؟ سوسن. حيا بك يا سوسن حيا. الله يحييك. من وين؟ من عدن؟ برزمت كريتر. بكريتر الله يسعدك إن شاء الله يا رب. ليش بنات كريتر حلوات؟ أول سؤال يعني. والله هذا من ذوقك. لا من جد والله صدق. والله مش احلى منك. الله يحفظك. والله. هذا مكياج لو مسحته ظهرته على حقيقتي انا لو ما بعدتش كنت شقراء. الله يسعدك ان شاء الله يا سوسن. عرفيني على تفاصيلك اكثر. متزوجه عندك اولاد تشتغلي؟ لا متزوجه وعندي ولد واحد ومعه تنتين بنات. من اللي عنده تنتين بنات؟ والله عنده تنتين بنات. ابنك؟ ابني ايوه. ما شاء الله. ومريم. لحظة معاكي ولد متزوج ومعاكي تنتين بنات؟ ولد متزوج ومعه تنتين بنات. ما شاء الله ما شاء الله. جدة يعني. ما شاء الله. وبناته واحدة 6 سنين. على كده تزوجتي انت صغيرة؟ ايوه تزوجت انا صغيرة. وكيف زواج واحدة وهي صغيرة؟ تقدر تشيل المسؤوليات ولا ما؟ والله ممكن في بنات يقدروا يتحملوا وبنات لا، بس عملك كمان على التربية في البيت لما يوعوا البنت يتكلموا انه يفهموا ان الزواج كمان مسؤوليه مش بس لا دخلها خرجها. صحيح. وتاكل برا وما تاكلش برا لا. صحيح. ملك على الاهل لما يعلموا البنت من البدايه. صحيح صحيح. والوحده تصبر على الحالي والمر ماشي وحده عايشه. طيب يا سلام. مش معك غير واحد احمد؟ اي واحد احمد بس. الله يحفظك يا رب. امين يا رب. ويقع على قرة عينك وبنات ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين. طيب حياتك تشتغلي ما تشتغليش؟ لا اشتغل مربية في روضة الصيرة. مربية؟ ايوه اول كانت مربية. مربية اطفال؟ ايوه روضة الصيرة اللي في القطيع. مش مربية كبار ربي ذم اللي لا والله نحن عندنا كلهم نساء يعني ما فيش بالذات الرياض. هذا المدارس بقول لك ايوه في مدرسين في لكن الرياض كلهم عنصر نسائي. يعني الان تشتغلي في مجال تربية الاطفال؟ تربية ايوه تبع التربية والتعليم حق مديرية الصيرة. الله يسعدك ان شاء الله يوفقك. آمين يا رب. آمين. طيب انا لو نشيت اعرف عن تفاصيلك اكثر. ان عشتي سكنتي بعدان خرجتي من عدان رحتي وين رقعتي احكي احكي ايش السبع عليك السبع المدهش عليك الا ويتي ان رحتي رحت تعز لم تعز لصنعاء من صنعاء رجعنا لعدن المهم اقول لك شفت السبع المدهش ما شاء الله يعني رحتي محافظة الجمهورية مع الوالد الله يرحمه ويسكنه الجنة ان شاء الله يا رب. ايش كان طبيعة شغله يتنقل يعني؟ ابي كان ايوه وظيفته انه يتنقل من مكان لمكان. الله يرحمه الله يرحمه. وبعدين استقرينا ببيت جدي بالمنصورة. واكثر محافظة حبيتيها من بين المحافظات اللي زرتيها؟ والله تعز كانت حلوة الصدق يعني اتربيت اكثر تربيتي بتعز. بتعز ايوه أيوة. والشقاوة كانت بتعز كانت هناك أيوة ايام الصراحة يعني صنعاء ايوه بس مش كثير. انا اضع تحت كلمة الشقاوة. ايش معنى الشقاوة؟ الشقاوة تعرفي لك لما يكون واحد شقي تعرف الآن. لما كان الوالد موجود الله يرحمه انا كنت الدلوعة حقه حق الوالد حق الوالد انا الاخيرة اصلا انا اخر العنقود كنت الدلوعة حقه حيت ما يخرج معه مرافقة حد ما يخرج كان يسموني شنطة حمزة. شنطة حمزة هو الوالد اسمه حمزة يعني؟ لا ابي اسمه محمد علي. ومن حمزة هذا؟ هذه شنطة حق واحد زمان كان ايوه حد ما يخرج معه شنطة يعني شنطتكم ملازمة ملازمة في كل وقت سمونا شنطة حمزة. انا كنت مع الوالد ايوه في كل مكان حد ما يروح يطلع سيكل بعده سيكل بعده على طول يطلعني اول ما يروحوا السيكل انا بعده على طول. ايش سر تعلق الوالد فيكي؟ هل لانك صغيره بس ولا اخر لا, لا اخر العنقود وكان يحبني ويحب اخواني بس سبحان الله الاخير يكون محبوب اكثر. ايش تقولي لي ما بل احنا المساكين الكبار حسبي الله ونعم الوكيل اخر والله يلا الحمد لله. بعدين لما نجيش تضربني احنا بيضرب اخواني يروح تخبي ورا اختي الكبيره ما بيضربك ما اصلا يا راح تخبي ورائي الفتى يقول اخرجي اخرجي ما خرجش وتخبي وراي ما يرضيش. انتوا كم منكم اخوات واخوان؟ احنا من ابي واخي الكبير الله يرحمه توفى الله يرحمه من ام واب من احنا 6 4 بنات و2 اولاد ما شاء الله الله يحفظكم ويخليكم لبعض ان شاء الله يا رب. آمين ان شاء الله. طيب درستي وتخصصتي في عمل تربيه الاطفال، ليش اخترتي هذا المجال؟ ليش؟ والله لو اقول لك ايش السبب قولي انا كنت في منظمه الصحفيين في التواهي. طيب بعدين عملوا توزيع المنظمات الجماهيريه كان زمان وزعوا احنا للتربيه على اساس انه بس بتعين فتره بسيطه لانه ابني معي حق 2 3 سنين هذا شوقي شوف زوجي
زوجي ايوه بس مع ابنك سنتين ثلاث سنين هو قال لك يعني لا تشتغلي وانا بحولك الا له تابع لي هو كل طيب كيف قال لك تجلسي سنتين ثلاث سنتين ثلاث سنين مع احمد كان عاده صغير اي توقف العمل سنتين لا اجلس معه في الروضه في التربيه سنتين ثلاث سنين التربيه على بال ما على بال ما يكبر شويه بعدين بيحولني طيب لا ساعتك والان انا بتحول ما حولش ولا حولني الى الان واني بالروضه من متى بتحولني قلت لي خلاص قلت لك الطفل يظل دائما صغير في عيون ابوه فهو شايف انه احمد ما كبر مكانه يقول لي ابنك صغير قلت له خلاص قلت معك انت بنات يقول لي ابنك صغير ايوه عشان كذا قسم الوضعكم ايوه قلت لك ابو محمد الله يسعدك حبيتي هذا المجال لكن متاقلمتي هو صراحه بيني وبينك لا والله تحبي مجال الاطفال سبحان الله يعني طفل بريء يجي يتعلق فيه بيك يجي يكلمك يعني سبحان الله الطفل طفل يحس انك امه الثانيه هذه فانا دائما اقول التمريض وتربيه الاطفال ما يشتغلوا فيها الا اللي قلوبهم لطيفه طيبه التمريض شوفي اني ما اقدرش اخاف اي لا انا اقول بشكل عام لكن التربيه للاطفال ايوه بشكل عام أيوة الاطفال حبوبين سبحان الله تجي لك من طفل لا طفل صحيح طفل ده معاملته ثانيه هذا منطوي هذا يحب انه يمسك معيك يوقف معيك الاطفال احباب الله الله يسعدك ان شاء الله, الله. يا على كذا هل في حاجات تقدري تقولي ان انت تعلمتيها في حياتك من الاطفال ايوه ايش تعلمتي والله تعلمت ان الام تصبر على ابنها الصبر صبرتي الى الروضه لا لا, لا بالبيت انا كنت اضربه اضربني بالروضه واروح اضربني بالبيت لو ما سمعش الكلام أيوة. لكن لا سبحان الله يعني لو منك الصبر على الاطفال يعني تتعلمي الصبر تتعلمي منهم الحنيه تتعلمي منهم اللطف مع الاطفال يعلمك سبحان الله هذا الطفل يعلمك طيب لما تجي تصحي فوق طفل تحسي انه الحزن بعيونه بوبه صحيح صحيح يعني تحسيه منكسر تحسيه صحيح طيب بحكم ان انت اشتغلتي مثلا في مجال الاطفال وانت اساسا معاكي احمد اللي هو الوحيد انا دائما اسمع وقد متزوج يعني على ما يقول على ما يقول والله اعلم انا ما اقولش من عندي ان دائما الام لما يكون معاها ولد وحيد صعب انها تزوجه وتكون تشعر بالغيره احيانا من زوجه الابن ومدري ما هو التملك دي لي اساسا لا والله قولي قولي لا والله قولي من اللي اختار عروسته هو اها هو اختاري وعايشين معاكي معي في البيت ايوه ماني وهو مرت ابني مع بعض صراحه مرت ابني طيبه حبوب الله يقول الحق حرام يعني انا ادري ودائما التعامل هذا عادي يعني شيء طبيعي حتى لو في خلاف عادي الام هي الام معها خلافت مع ابنها لا والله بس أنا احيانا يقولوا لا انا اقصد على الولد لما يكون وحيد لما يكون وحيد الام يعني نوعا ما تكون متعلقه فيه بشكل كبير جدا صح انه ابني حبيبي وروح قلبي بس برضه ما بظلم بنت الناس حرام يعني بنت الناس معي طيبه وحنينه انا باقي اظلمه لانه ابني الوحيد لا كله يعود على تعامل البنت نفسها مع ايوه عملك على البنت صحيح. لا وقبل ده كله العمه ترى قبل الله نعم. بمعاملته والولد ايضا انه ما يظلمش بنت عمه لا لا الام تقارن نفسها بالزوجه ولا الزوجه تقارن نفسها بالام صحيح. لانه حب الام ثاني وحب الزوجه ثاني سبحان الله طيب شعورك هذه يعني سنين عشره عمر تكون يعني. شعورك مع بنات الان ويجننوا والله العظيم الله يحفظ لكم يجنن كم اعمارهم البنات الكبيره ست سنين مدخله بالسبع والصغيره مريم سنه وست شهور الله يحفظهم يا عادي مريم تجنن فديت قلبي دحين لو سمعني نايه وانا اقول عليك كذا والله ابو نايه اساله ولا ايش اسمها نايه قلبوها مايا خلاص قلنا نشتيها مايا قلنا نايا استنقذك على نايا والله مايا اسم نحس خلى على الله لا حرام الله يسعدك يا رب امين طيب ان شاء الله حياتك اكيد فيها مواقف كثيره حزينه سعيده فرحانه مبسوطه اكثر شيء اوقعك في حياتك ايش اكثر حاجه اوقعني بحياتي موت امي الله يرحمها توفت امي اول وحده قبل الوالد يعني هذا اللي فعلا للان مش قادره تخطي لا بس يعني لا لامي ولا لا تبكيش انا والله لا تبكيش لا تبكيش انا بدالك انا اشتكيت يعني ايش اللقاء يعني الام فعلا تحسي انك في حاجه منك تروح يعني تحسي قلبك بتتعب مكانه بالذات الام صح حزنت على ابي وقال الام غير الام الحنان الام العاطفه الام كل شيء لما تحسي نفسك كذا وحيده تحسي نفسك تشتي الام تطبطب عليك تشتي امك تحنن عليك الام حاجه ثانيه صدق الام حاجه ثانيه غير الام ما يحس الوجع والالم الا اللي يضيق ويشوف صراحه والله يعني امي للان قضى قريب كان 18 سنه
بس برضه انا امي هي كمان لما توفت جدتي الله يرحمها امي تقول لي كده دائما انه مش رغم كل الاشياء اللي مرت فيها لكن اللي عند وفاة امها لا مش قادره تتخطى الوجع هذا صراحه والله ما تقدريش يعني كل ما تتذكري كل ما تشوفي امك جنبك تتحرك يعني تحسي حاجه اهتزت من داخلتك فعلا حاجه راحت منك قلبك يخرج من مكانه الحمد لله على كل حال الله يرحمهم وربنا يحفظ كل الامهات يرحم اللي توفوا ان شاء الله يعني بس اكيد هي حاجات اسعدتك بحياتك واكثر شوقي. يوم كنت شوقي ما عامل لك شوقي الان تقولي لي شوقي اسعدك بايش الصدقه يعني شوفي حنا يعني عوضني يعني عوضني عن حنان الام عن حنان الاب الزوج يعوض عن حنان أيوة الام أيوة. لا لما تلاقيه طبطب عليك يحن عليك ما فيش زوج يطبطب هذه الايام الا فيه تدخلي الفيسبوك كلها قصص مستورات كذبت هذا ما بعدوا العين منهم والله والله واللي تقول خان لي واللي تقول ضرب لي واللي تقول والله شوفي خيانه بقول لك يا حبيبي الخيانه يا اما تكون هي مقصره معه ومش شايفه بيته يبرر لنا يروح يخون ابدا لا يا اما هي مقصره معه مش شايفه هو تمام بعدين يقول لك ليش يروحوا برا انت ادي واجبك داخل بيتك مع زوجك مع عيالك لا يمكن يعمل حاجه برا بس والله ولو يعني مع احترامي للاستاذ شوقي يعني لم يسمعني الان يقول انا جالسه اخرب بينكم يعني مهما عمل مهما سوى ما بيرتقيش الى مرتبه يعني الام وما كانت تقدمه صح ولا لا صح صح قولي صح قولي صح قولي صح عشان صح يا شوقي لا بس والله العظيم سبحان الله يعني ما تقولي تلاقي زوج حنين صحيح يحن عليك ويعطف عليك لما العوض وصلنا لما انت مرضين ما يسيبكش يخاف عليك يجلس يراعيك يجلس الصف يعني يعوضك سبحان الله في ازواج في ازواج في مش انه ما فيش في وفي ازواج حنين صراحه انسان كامل كل انسان قد تلاقي فيه أكيد صفات أكيد. كويسه وصفات كثيره بس يعني تنسي الصفه اللي قديه هي ايش الصفه اللي قد من حق شوقي نسيتيها شوقي لا شوقي شال امي وشال ابي داخل البيت اصيل اصيل صدق والله يعني مهما عمل مهما سوى هنا اصيل والله أصيل. يعني ما رض امي ما رض ابي امي توفت عندي في البيت توفت عندي في البيت وخرجت من عندي في البيت اصيل اصيل الله يعطيها ابي مات عندي في البيت من التعامل الحلو هذا معاكي شاف اشياء حلوه فيكي ايش اكثر حاجه بالصفه يحبها فيكي هذا اسأله انه هو لا انا اسأله نروح نسأله للبيت بالتليفون زي ما خلاني افتش طبعا هذه كلام منخبه لحظه والله افتش اعطي السر قولي عادي هم الجمهور اهلا قولي يا سوسن كاد عامله برقوع راحوا يتصلوا بشوقي مين اللي اتصل له؟ استاذ عصام عصام مين؟ استاذ مريم عصام الخليدي ايوه المخرج قول لمرتك اي خلوه قول لي سوسن تفتش البرقوع هاجي يقول لي فتشي قلت له لا هو قال لي البسي قال والله انها قال لي انك تفتشي انا هذا اي واحده معاه مشكله مع زوجها يروح عصام الخليدي يكلمه الله يسعدك يا سلام احنا ما نقصدش احنا نشجعك على الاستمرار هم قال انساني برضه خلاص نصيبه بدل الاخراج خلي نخرج لنا الله يسعدك يا امين ان شاء الله انا كنت مبسوطه كثير ان انا التقيتك واني كمان والله نشوفك بالتلفزيون والمقابلات كنت اقول يا رب ان شاء الله نلتقي في بيت وفعلا صدفه ذيك اليوم التقينا في التقينا في المطعم أيوة. التقينا في المطعم وظل تواصلنا من هذيك الايام تشرفنا كمان احنا فيكم انا اللي شرف الله يسعدك يعني يا رب الطاقم كله تسلمي قلب تسلمي. نظيف وطيبين ويعني تتعاشروا من اول لحظه الله يسعدك يا رب هذا من حلاوه يعني عيونك انت والاستاذه مريم وطبعا انا برضو اشكرهم لانهم برضو ساهموا في التنسيق احيانا معنا لبعض الحالات الموجوده معنا في ذراع الماشي في كل الاحوال انا مش قادره ان انا اشكرك غير ان انا اقدم لك هذه اللفته البسيطه مبلغ 50,000 مقدمه مجموعه فاضل الريمي للتجاره والاستيراد الوكيل الحصري للزهور المتحدة الزيت النباتي الشيخ فهد المربعي وللفود من احلى خاله الخالون تفضلي ربنا يعطيك العافيه يا رب اشوفك دائما بابتسامتك الحلوه هذه الله يحفظك وتشرفنا فيكم وان شاء الله نلتقي اكثر من مره باذن الله اي وقت اهلا وسهلا فيك بعدان عندنا في البيت على العين والراس الله يسعدك يا رب ويحفظ لك كل امانك امين الله يحفظك واي مشكله معك على طول قد تقدرين استاذ عصام اتصل بشوقي
اما انا راح اشوف من يحل لي مشاكلي من الطاقه في الميدان. وانت معك واحد بالوسط تدوري احد يحل لك مشاكلي. اقول لك سبب المشاكل يلا بس ما علينا، نختم حلقتنا وفقرتنا وننتقل الى فقرات اخرى. اهلا بكم في العب واربح، الفقره اللي انتم ابطلها في الميدان واللي بامكانكم انكم تشاركوا معنا فيها عن طريق الاجتياز بالايماء. اذا استجت الايماء ممكن انك تدخل بعد كذا الى مرحله السباق اللي يأهلك لانك تفوز اما بسياره يارس موديل 2023 او العديد من الجوائز النقديه او الذهب او حتى ربما يكون يحالفك الحظ اطلاقا باي حاجه. فقرتنا في حلقه اليوم حتتمثل في انك تجتاز ايماء معين. سؤال بسيط جدا جدا جدا، اذا اكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم فاء في ذلك؟ تحسبوا الفاءات وانا حروح اشوف الفائز معنا واشوف ايش حيربح معنا في العاب واربح في حلقه اليوم. حنطلق من هنا من جده الى اليمن ونشوف فائز معنا في هذا السباق. كيف حالك؟ اسمك الكريم؟ عبد السعيد احمد. من وين؟ حق براس. اذا اكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم فاء في ذلك؟ ايش؟ إذا أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم فاء في ذلك؟ حرف الفاء يعني؟ أيوة. كم عدد حروف الفاء؟ أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم فاء في ذلك؟ يعني أربعة فلافل. أربعة فلافل؟ أربعة فلافل. فلافل مع الشبز ولا بدونه؟ يعني فاء فاء. أيوة. وفاء. أيوة. وتفل تف. تفلة؟ ما دخلت تفلة. فلافل مع التفلة. إذا أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم في ذلك؟ يعني تفلت. يعطيك العافية، شكرا لك. إذا أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم في ذلك؟ بسرعة الآن تكسب سريع. 12. لا مش 12. إذا أكلت فلفل. إذا أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك فكم في ذلك؟ سريع. والآن أعطيك مليون ريال إذا ربحت. طيب أربعة. واحد عليك، يعطيك العافية. 16. لا ولا 16، يعطيك العافية. فا واحد. أين هي؟ فا واحد. فين بالضبط؟ فلفل. فا واحدة؟ أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك، فمن فاء؟ فكم فاء في ذلك؟ عدهم. ثلاث. ها ثلاث. فا واحد. فا واحد. خطأ. الحمد لله بخير. وجدان عمر. مالك كذا كانك خارج من بعد مضرابة صلع. مالك هذا وادم مليان. وين يا وجدان؟ من لحق. من لحق، الله يعطيك العافية. وجدان معي سؤال، إذا ربحته قد تربح سيارة، طيارة، سفينة، موتور، ذهب. كلها. مليون، نص مليون، وقد ما تربحش حاجة. مصلحي. أنت حظك، بس ما حدش يغششك. إذا أكلت فلفل في فمك وتفلفل فمك، فكم فاء في ذلك؟ إذا أكلت فلفل في فمك. في فمك. بعدين تفلفل فمك. خمسة. خمسة. لا ما أنا أربعة. لذلك ما فيش. الآن أنت انتقلت من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. أنت معنا في العب واربح. أنا وجدان في حلقة اليوم ونشوف حظه معنا في العب واربح وكيف حظك يا وجدان. إن شاء الله. حظنا طيب إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقك إلى الملعب ونشوف إيش اللي حيفوز معنا في حلقة اليوم. وجدان في محافظة لاحق حتكون مسابقتنا في حلقة اليوم العب واربح. جوائز هذه الفقرة مقدمة من الشيخ فهد المربعي، شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية، وأيضا من لول فود، ومعانا مجموعة من الصناديق. وجدان كيف حالك مرة ثانية؟ الحمد لله طيب. إذا أكلت فلفل وتفلفل في فمك فكم فاء في ذلك؟ لا يوجد. لا يوجد. وجدان اللعبة تعتمد على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن 6 ممرات الكرة حتمر من خلالهم إلى 3 صفوف، إذا سقطت الكرة في الصف الأول تكسب 20,000، في الصف الثاني 30,000، في الصف الثالث 40,000 ريال. عندك 3 فرص، إذا ما عرفت تلعب تختار أي واحد من الموجودين يدخل يلعب بدالك وتكسب الجائزة الأولى فقط أنت وهو في المرحلة الأولى، تقسموها نصفين. ما عرفش نجيب الثاني، ما عرفش نجيب الثالث، ما عرفوش تطير عليك اللعبة كلها. بعد كذا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي عبارة عن ايش شايف امامك الان يا وجدان؟ صناديق. تختار صندوق واحد وساومك،
اذا والله عجبك المبلغ بعث، ما عجبك شن تحضلك. انت ايش اشتغل بقدان؟ كنا اشتغل سياره. اشتغل في سياره بعدين حرقت. سيارتك حرقت. الله يعوضك خير ان شاء الله يا رب، وباذن الله تتوفق معانا وتفوز. قد تفوز اليوم بموتور، قد تفوز بطياره، قد تفوز بلعبه مليون نص مليون ذهب، انت وحظك. جاهز يا بقدان؟ جاهز. جاهز بقدان في محافظه لحق هنا في لعبه العب واربح. اللي جنبك اسرتك صح؟ اسرته ان شاء الله موجوده معه، ويا رب يكون حظه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ الكره يا بقدان وارجع هنا. والكل اللي موجودين معانا يعدوا. قبل ذلك اؤكد ان الجائزه الكبرى معانا في حلقات العب واربح سياره يارس 2023، بالاضافه الى العديد من المبالغ الماليه والذهب وغيرها الكثير. كلنا نعد مع بعض، 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه حبه يا وجدان، حبه 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 حبه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اوبا، عاد انا قلت ما شاء الله، لا تقولش ان انا وراء صارعت عين. واحده واحده، حبه واحده واحده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف وجدان. يا رب يا رب يا رب. تعال تعال قولي لي حظه وجدان حلو ولا شاركي شاركي وجدان حظه حلو. كم عاد باقي؟ حلو ان شاء الله. كم راحت عليك؟ فرصتين باقي معك، الفرصه الاخيره، اخر فرصه يا وجدان. بسم الله. واحده واحده. ايوه واحده 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 واحده. تمام. ايوه احسنت، برافو عليك برافو عليك برافو عليك يا وجدان، برافو عليك. و40000 ريال، برافو عليك، جابها وجدان. اذا 40000 ريال لوجدان لك خص نص. تفضل هنا، نقسم انا وانت يا وجدان، نقسمها انا وانت سوا. انا وانت وانت والله عادي، الله يستعان. نقسم انت وزوجتك هي لك. الف مبروك يا وجدان، 40000 ريال. إذا وجدان عدى المرحلة الأولى، وننتقل إلى المرحلة الثانية معانا. وبسم الله الرحمن الرحيم، معك 6 صناديق، الصناديق تحتوي على ملصقات لمنتجات الشركة الراعية. اختار أحد الصناديق، تشاور تشاور معها أول شيء، تشاور الأمور مشورة بينهم، تشاور أنت وهي ايش تختاروا من صندوق. لا لا اسألها هي، اسألها، ما هو على طول هكذا تقرر. اختاري اختاري صندوق، اختاري ايش تختاري؟ الأصفار. اخترتهم الاثنين الأصفار؟ الاثنين ولا أنت وحدك اللي اخترت؟ لا انا، لا وهي خلي تختار معاك. اختاري الاصفر. بسم الله الاصفر الاصفر، وانت وحظك. طبعا في صناديق فاضيه يا وجدان، وتوقع الغدر كما تغدر بنا هذه الشمس التي تاتي وتختفي تاتي وتختفي. ففي معك صناديق فاضيه، في معك صناديق فيها جوائز، في صناديق لا. تعطيك 10000 ريال واخذ الصندوق. لا 10000 ريال واخذ الصندوق. لا حلو 10000 ريال. علي اللي حق يوم واحد مش كفي، حق يوم واحد، حق 10 ايام، كل يوم من 10 100000 ريال. ماشي بعد 10 ايام؟ بعد 10 ايام افتح الله. ما اعمل لك بعد 10 ايام. ايه عدد شرات. يبيع ولا لا 100000 ريال؟ 100 100 حلو. 100 حلو. يبيع. يبيع. قال لك لا. طيب يا وجدان، احنا نحب لحق واهل لحق. قل لي من الاخير كم اعطيك عشان لا اتعبك ولا تتعبني؟ قول اعطي السياره. زعم اللي من حقه بالسياره. ها يعوض السياره، يعوض ضد السياره. ايوه اسي حظ ونصيب ان شاء الله، حظ ونصيب. كم اعطيك واخذ الصندوق كذا من الاخير؟ هذه السياره. ايش اعطيني السياره؟ يلا كم اعطيك مبلغ؟ مبلغ كم تشتي مبلغ؟ الصندوق. ربع مليون ريال. الصندوق ربع مليون ريال، مبلغ حلو ورائع. يبيع ولا لا؟ يا جماعه في صناديق فاضيه وجدان، استشيرها والله يبيع ولا لا؟ قولي له يبيع يبيع. لا ربع مليون. السكر ارتفع، السكر ارتفع، رفعنا على السكر. في ماء؟ لو في ماء يا شباب، لو في ماء. لا 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 ما سكر. ها ما سكر. لا ربع مليون ريال، 250000 خير وبركه يا وجدان. تفتح لك فيهم مشروع بسيط، ما نش داري يفتح المشاريع بسيطه. لا لا صندوق ما شاء الله. لا تودفوا بس.
طيب طيب ربع مليون ريال وشبكة ذهب. يستاهل أكثر من كذا. ربع مليون ريال وشبكة ذهب. يبيع. اسمعي مني والله العظيم والله إنه في صناديق فاضية. يلا وأنا أحاول أربحك يا وجدان. ربع مليون ريال شبكة ذهب. 260 270,000 لا 280,000 لا 290,000 لا 300,000 ريال لا 310 لا 320 لا شيء. نص مليون ريال. يعني نص مليون شبكة ذهب. نص مليون ريال وشبكة ذهب. بعنا. باع. 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 طيب تشاور معاها تشاور معاها. نص مليون ريال وشبكة ذهب. يبيع. يبيع. راضي. راضي. إذا أنا وصلت مع وجدان إلى نص مليون ريال وشبكة ذهب وباع. الحمد لله. هل تقدر بالنص المليون مثلا تاخذ لك موتور؟ ان شاء الله. الموتور يجيب سعره نص مليون. حلو حلو حلو. تبيع الموتور تبيع الذهب ممكن تبيع الذهب مع النص المليون تحصل على موتور ان شاء الله. اذا راضي ولا مش راضي؟ راضي. راضي والجمهور راضي ولا مش راضي؟ راضين. والله انكم طيبين. طيب كيف تبيع يا وجدان بنص مليون ريال شبكة ذهب وقد يكون داخلها مفتاح السيارة؟ عصفور باليد والعشر على الشقالة ضايعين. عصفور باليد والعشر على الشقالة. طيب افرض يكون داخلها مفتاح السيارة؟ حظ انا كذا وصل. انا تشتي نصيحة اخت. ايه خذ الصندوق. خذ الصندوق. خلاص بعنا. خذ الصندوق. كله. خلاص شلي الصندوق. لا تاخذ في الصندوق. الصندوق على نص المليون ريال وشبكة الذهب. صندوق صندوق صندوق. كم أعطي لك وتبيع لي الصندوق يا وجدان؟ اسمع مني كم تشتري؟ مليون. تشتري مليون؟ مليون. تشتري مليون ريال وتبيع الصندوق؟ مليون ريال. لا مليون الذهب. يا طماع. أهم أنا. إيش بتفعل بالمليون والذهب؟ أكيد في غرض. إيش بتسوي بها؟ شي سيكل. بتشتري موتور؟ إن شاء الله. بتشتغل بموتور أحسن. أحسن. الله يوفقك إن شاء الله. إذا وجدان باع بمليون ريال وذهب شبكة ذهب وأنا اشتريت. أنا بعت. دن. مليون وشبكة ذهب حلو ولا مش حلو؟ حلو. على بركة الله. وطالما أنك ناوي أنك تشتري موتور تشتغل عليه فربنا يفتح عليك. راضية ولا مش راضية؟ أنا مش راضية. أنا مش راضية. وصل للصندوق أحسن. خليك على الصندوق. خليك على الصندوق. أها صندوق. صندوق. ما عليك ارتبشت ربشتك صح؟ لا ربشتك. صندوق ولا مليون وذهب؟ صندوق. صندوق مليون ذهب. صندوق. صندوق. مكانة مصمم على صندوق. طيب أعطيك مليون ونص. مليون ونص وشبكة ذهب. ها صندوق. مليون ونص وشبكة ذهب. بيع. مليون ونص وشبكة ذهب. باع. خلاص باع ثلاث مرات على بركة الله. وجدان باع بمليون ونص وشبكة ذهب وهذا ربما أعلى قيمة أنا وصلت فيها في مراشاتنا. سيارة ليش ما في سيارة؟ ها مدري الله أعلم. لكن مليون ونص إيش بتسوي فيها برضو المليون ونص؟ بجيب سيارة. بتجيب سيارة؟ في سيارة بمليون ونص؟ الله يوفقك إن شاء الله. راضية بالمليون والنص؟ وشبكة الذهب. راضية بالمليون والنص وشبكة الذهب؟ لا مش راضية. اتفق أنت وهي الآن. يلا وجدان أنت وهي اتفقوا يا مليون ونص وشبكة يا صندوق. يلا أنا خلاص كذب. اتفقوا. لا لا ها ها. آخر قرار. آخر قرار. مليون ونص وشبكة ذهب وهذا أعلى مبلغ وأعلى مراشاة وأتعب مسابقة تعبتني طوال الموسم. باع
بعت ولا لا؟ بعت. موافقة ولا لا؟ الصندوق هيا كيف نفصل بين الزوج وزوجته الآن؟ يعني مش نفصل بينهم، قصدي بين الزوج وزوجته، نفصل في الرأي، في الرأي. ها؟ ما رضياش تشتري الصندوق؟ صندوق فاضي بعدين. تشاور انت وهي. تشاوروا. صندوق ولا مليون ونص ذهب؟ يلا. ايش فيه؟ يلا. استاهلة ما أجيبها. صندوق. ها؟ الصندوق. اتفقت مع رأيها؟ اتفق مع رأيها أخيرا. أنا تعبت، أتعبتني يا وجدان. أتعبتني يا وجدان. إذا نبدأ نفتح الصناديق الموجودة معانا، وبعد كذا نفتح صندوقك، هذا صندوقك الأصفر. أعطيني أي صندوق من الصناديق هذه نفتحها. أبين. الإيش؟ البني. بسم الله. نبدأ نشوف الصناديق الموجودة معانا. وجدان وصلت معاه إلى مليون ونصف شبكة ذهب، لكن زوجته ما كانت راضية، فتم الاتفاق وأخذ بالصندوق. ونبدأ نفتح بسم الله الرحمن الرحيم الصناديق ونشوف إيش معانا داخل الصناديق. هذا مش صندوق وجدان، هنا كان معانا شبكة ذهب، هنا كان معانا شبكة ذهب، هذه الشبكة الذهب راحت، ما عادش من نصيب وجدان، هي من نصيبي أني أخذها وأروح البيت. والله هذا بحق التعب والقعقعة والشمس، أخذها يا مخرج. قل قل أيوة عشان أوثق عليك. اختاري صندوق ثاني نفتحه. اعطيني ثقيل. جيب موز. الله هذا ثقيل. هنا كان معانا هنا كان معانا نصف مليون ريال، هنا راحت عليك النصف المليون الريال، وكان عامل لك عصام القدسي أسد علشان يعني يا أسد. يا اختار صندوق ثاني يا وجدان. وهذا صندوق جبنة لول، تشوف بسكويت لول. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق فيه. هنا كان معانا حمار وحشي والصندوق كان فاضي. الله يجزاك. الله يجزاك. ها ايش حظ؟ وهذا الصندوق الرابع لو خسرت طبعا. ها وهذا برضو داخله شبكة ذهب ايضا، وهذا كان داخله شبكة ذهب. راح علينا الذهب اليوم كامل، مش من حظ وجدان، برضو نص الحكاية خذوا لي. باقي الأخير. باقي الأخير. أفتح صندوقه الأخير كان في داخله. أكيد داخل مفتاح. أوه يا وجدان. ما عاد إيش أفتح صندوقك، خلص قد عرفت إيش داخله. الحين حظنا. هنا كانت الجائزة. كل شيء بيرت الله. هنا كانت الجائزة الكبرى. كل شيء بيرت الله. إذا أنا ما بفتح هذا لأن أنا شفته كان داخل الجائزة الكبرى. للأسف خليني أشوف صندوقك. الجائزة الكبرى. ثقيل الصندوق. ثقيل الصندوق؟ أنا أقول لك الصندوق ثقيل ليش؟ خلاص. قولي مسامح. سامحني. الجائزة الكبرى أو للأسف كان أعلى مبلغ أو جائزة في هذا الصندوق. احنا طبعا اي واحد، ما فيش واحد خسران، احنا اي واحد نعطيه تعويض. احنا كان معنا هنا جبنة لول، كان معنا جبنة لول احد منتجات الشركة الراعية لمسابقة العب واربح في طائرة السعيدة 6. يا الف الف مبروك. الله يبارك. حلوة جبنة، حلوة حلوة ولا لا؟ اكيد حلوة. تنفع مع ال نزيد ندور ايش عاد باقي. لا باقي مربى. باقي مربى؟ طيب ما بش مربى، يمكن نعمل سمنة نسمة سبأ. سمنة نسمة سبأ أحد منتجات الشركة الراعية للشيخ فهد المربعي. ألف ألف مبروك. بدل المربى سمن. لا مربى باقي اليوم. باقي ولا مش باقي؟ باقي. تعويض تعويض. طيب أنت خسرت مليون ونص وذهب، بكم نعوضك؟ سيارة. يا سلام. بكم نعوضك؟ سيارة. بكم؟ سيارة. طيب ماشي، مو بالسيارة، أقول لك أعوضك وأنت تقول لي سيارة. إيه. الجائزة اللي ربحها معانا وجدان في حلقة اليوم من طائر السعيدة وفقرة العب واربح للموسم السادس
وانا اسفه جدا. هذه طبعا السياره اسمها سيره، ها سمتها ميادة، هي قالت تقول كذا امامنا. مفتاح السياره مبروك 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 يا مقدام، مبروك 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 يا مقدام، مبروك مبروك. مباركات الناس هنا، والله إن أحلى حاجة هنا في الموضوع. مبروك يا مقدام، الله يبارك لك يا مقدام. أنا والله العظيم وأخيرا عرفنا سيرة سيارة يارس موديل 2023 من شركة فهد المربعي وعلامتها التجارية شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية، وأيضا لول فودنا الأستاذ الرائع محمد دبوان الشرعبي. ألف ألف مبروك يا وجدان، ألف مبروك. وين التحية؟ طبعا المنظر رهيب جدا صراحة للأمانة، والناس يباركوا لنا، أنا عجز عن التعليق للأمانة. إذا فضل معنا هنا، أخيرا عرفنا صاحب السيارة وأخيرا عرفنا الفائز معانا. وجدان كلمني عن شعورك. الحمد لله شعور لا يوصف يعني. أنا شايفة الدموع بعيونك يا وجدان. لا الحمد لله الحاجة الوحيدة يعني مش دمة. طيب كلمة أخيرة حابب إنك تقولها اليوم معانا. أشكر الشيخ فهد المربعي ومحمد على الجائزة اللي قدموها والحمد لله. أستاذ محمد الشرعبي الله يسعدك إن شاء الله يا رب، وعساها تكون فاتحة خير عليك ومصدر خير لرزقك. إن شاء الله. أنت وأفراد أسرتك، أنا سعيدة جدا لأجلك، سعيدة جدا لتواجدنا هنا في محافظة لحج، سعيدة جدا لأننا أخيرا عرفنا الفائز معنا في إلعب واربح. أتمنى فقدنا الأستاذ الدكتور عصام الخليدي مدير البرامج ومخرج طائرة السعيدة الدخول للميدان لتسليم الأخ وجدان سيارة يارس موديل 2023. مبروك وجدان، ألف ألف مبروك حصولك على السيارة يارس. طبعا بعد ما لفت السيارة أكثر من حلقة، تهانينا لك من إدارة قناة السعيدة ممثلة بالدكتور حامد الشميري رئيس مجلس الإدارة والأستاذ مختار القدسي المدير العام وكل طاقم البرنامج. نقول لك ألف 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 مبروك، وأيضا الشكر موصول لرعاة هذه الفقرة شركة المربعي وعلامتها التجارية. تهانينا لك ألف ألف مبروك. إذن بهذه اللحظات الجميلة تنتهي مسابقتنا في حلقة اليوم من إلعب واربح وراحت السيارة، لكن ما زالت لدينا العديد من الجوائز في فقرات اللاحقة. خلونا مع بعض نروح نكمل إجراءات تسليم السيارة في الميدان، ثم نعود بعد ذلك للعديد من الجوائز في طائرة السعيدة 6. بيان القرآن الكريم، الفقرة التي نحاول من خلالها تسليط الضوء على أبرز التخصيصات اللغوية والفوارق اللغوية بين لفظ وآخر أو بين جملة وأخرى في القرآن الكريم. سؤالي في حلقة اليوم يتحدث عن الفارق في قوله تعالى وآتيناهم الكتاب وقوله تعالى وأوتوا الكتاب. سأذهب إلى الميدان وأبحث عن تفاصيل هذه الفوارق وأشاهد من هو الفائز معي في حلقة اليوم.
تمام الحمد لله. محمد الهمداني. محمد، ما الفرق بين أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب؟ آتيناه الكتاب و... وأوتوا الكتاب، ما الفرق في التخصيص اللغوي بينهما في القرآن الكريم؟ هذاك للقرآن الكريم شامل العالم كامل، وهذاك يكون لرسول من الرسل بس يكون لأمة واحدة. كيف يعني؟ مثلا يعني آتيناهم لأمة. أيوة. وأوتوا لمفرد. أيوة. لا لا غيره. أوتي يكون من قبل، يعني أوتو من قبل. أوتي اللي هو على موسى وهارون. على موسى وهارون. لا و... الأمة من قبل يعني. لا برضه لا. آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب. متى يقول أوتيناهم الكتاب؟ آتيناهم، متى يقول أوتوا؟ أوتيناهم الكتاب. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. والله ما أدري في خيارات ولا لا. ماشي والله ما ادري. يعطيك العافيه. ناصر احمد عبد احمد. ما الفرق بين اوتوا الكتاب واتيناهم الكتاب في التخصيص اللغوي للقران الكريم؟ حق يوسف. يوسف مين؟ يوسف عليه السلام. لا لا، اوتوا الكتاب واتيناهم الكتاب، ايش الفرق بين اوتوا واتيناهم؟ الفرق بينهم. الفرق بين اوتوا الكتاب يعني انزل عليكم الكتاب. هو أنزل عليهم كلهم سواء بأوتوا أو آتيناهم، بس أوتوا متى تستخدم وآتيناهم متى تستخدم؟ يلا أنا أريدك تربح معنا. أوتوا تستخدم يعني في تنزيل الكتاب اللي يقوموا بتطبيقه على تطبيقه يعني وقراءته. طيب هي في الحالات كلها يأتوا بالكتاب أنزل عليهم لتطبيقه وقراءته، بس متى يقول أوتوا الكتاب ومتى يقول آتيناهم الكتاب؟ أنا أقول لك إحدى الآيات القرآنية، قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ أسلوب عدم مبالاة بهذا الكتاب. حلو. وعدم تطبيق. فهل هو يشكرهم أم يذمهم؟ يذمهم. يذمهم فعلا. إذن الذم أسلوب الذم عندما يذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، يقول أوتوا الكتاب صح؟ صح صح. وآتيناهم الكتاب. وآتيناهم الكتاب لرفعهم. رفعهم أي؟ لا لا لا، رفعهم ورفع قدر منزلتهم. نعم لاهتمامهم. نعم رفع قدرهم صحيح، ويكون فيها مدح. ويكون فيها مدح واهتمامهم بهذا الكتاب. صحيح. إذا الذم في أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب، مثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا مدح. وسنتوقف مع تفسير لهذه الآيات البينات، ولكن قبل ذلك نسلم جائزتنا في حلقة اليوم وفي فقرتنا من بين القرآن الكريم. أخونا مرة ثانية مين؟ عبد الرزاق بعباد. عبد الرزاق بعباد من الصعيد محافظة شبوة، يكون قد اجتاز معنا سؤال هذه الفقرة من القرآن الكريم، وجائزتنا 50,000 ريال. ألف ألف مبروك. شكرا يا الغنم. شكرا. الفارق اللغوي بين أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب: أوتوا الكتاب يستعملها القرآن الكريم في مقام الذم، كما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. صدق الله العظيم. وهذا ذم وفيه العديد من الآيات. بينما قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، صدق الله العظيم، فهذا مدح وثناء. واو، تشوف النافورة المائية هذيك اللي هناك؟ هذا المكان بصراحة رهيب جدا، إنه الواحد إيش يحاول إنه يغير جو ويتنفس، لكن طالما انك حابب تغير جو فهذا يعني انك حتحتاج لانك تشرب بعض المشروبات الغازيه، وعلشان كذا حيكون هذا هو سؤالنا وايماءنا. ليش بعض العبوات الغازيه سواء كانت عصائر او مشروبات غازيه او ما شابه فيها فتحه ثانيه غير فتحه اللي تشيل منها الغطاء؟ خلونا مع بعض نشوف الفائز في حلقه اليوم. كيف حالك؟ عرفني باسمك؟ من وين يا حسين؟ قدسي. حياك. في فتحة موجودة على العبوات المخصصة للمشروبات، يعني في معك فتحة هنا موجودة، ايش فائدتها؟ كيف يعني؟ تفتح كذا. ايوه حلو. الفتحة الثانية هذه ايش فائدتها؟ تضغط الأداة. ايش؟
تطفي. لا شوف انت تخلع العلبه كذا صح؟ ايوه ايوه. طيب في علبه ثانيه، في فتحه ثانيه براس العلبه هناك، ايش فائدتها؟ ايش حطوا فيها؟ ما فيش علبه ثانيه. ليها ما فيش علبه ثانيه. أنا مش علبه، فتحه فتحه معك هذه العلبه. أيوة. انت تفتح الغطاء كذا. ايوه. في معك فتحه ثانيه هنا بالجهه الثانيه هذه. أيوة. ايش فائدتها؟ فائدتها ان يعني تحمي الغطاء او لا. ها يلا ها مادة حافظة وزي كذا. لا اشي ربي حكر بعين. ها مش مادة حافظة، خرق الهواء. انت تسمع هون كذا ساكتة يا اخي اتكلم. ها فرصة رابعة. ها ايش فائدتها؟ واعطيك الان فلوس جائزة. فائدتها يعني ايوه زي اللي تحفظها او كذا. راحت عليك يعطيك العافية. عرفني اسمك؟ ذاكر. من وين؟ من مصاب. ذاكر لما تذاكرش انت؟ يعني لا كيف تذاكر اسمك وانت ما تذاكرش؟ والله يعني نذاكر زارت حمدر. صف كم؟ صف سادس، ما درست الا قليل. طيب الان بنشوف ان انت كنت ذاكر ولا لا. ايش اللي شايفه بالصوره؟ مش جاري. كيف مش جاري؟ ركز. تونه. تونه؟ لا مش تونه، هذه غطاء علبه. غطاء علبه ايوه. غطاء علبه بيبس عصير. في معك فتحه بجانب هذا الغطاء، ايش فائدتها؟ تفتحها وتشرب عصير. ايوه هذا لما تخلع كذا الغطاء وتفتح وتشرب. الفتحه الثانيه هذه ايش فائدتها؟ والان اعطيك تقدر تنتع في بي. انتع ايش؟ انتع تفتح العلبه. وشكلك تنتع روحي. لا هذا غطاء كذا تفتحه في معك شيء هنا فتحه معينه، ايش وظيفتها؟ ايش فائدتها؟ والله مش تعرف. اذا ما تذاكرش انت. يعطيك العافيه شكرا. ليش فيها فتحتين؟ ليش فيها فتحتين؟ ما عرفش يا معدن؟ يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ عناد السقاف. واسمك الكريم؟ جميل البحيري. حياكم من وين؟ الله حيك. من تعز. من تعز. أنا عندي سؤال، قد تكسبوا عليه 40,000 ريال. إيش شايفين هنا في الصورة؟ علبة صح؟ علبة حق تونة. طيب لا مش تونة، حق عصير. في معك فتحة خاصة جنب المفك حق العلبة نفسها، إيش فائدتها؟ جنب المفاخ. أيوة. هذه ايوه تفتح بال عشان هذا الاصبع الثانيه. الفتحه هذه اللي فوق ايش وظيفتها؟ هذه تنزل، هذه تفتح العلبه. لا 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 اخرج الهواء. لا يلا انا اشي ربحكم. ها حرام طلق مساعد معنا علشان يخلي الغاز المتوقد يخلي العلبه. لا مش الغاز. لا انت معك هذه العلبه انت. أيوة. تفتحها كذا. في في فتحه ثانيه، في فتحه ثانيه جنبها. ها ايش فائدة الفتحة الثانية؟ قوة الدفع. لا انا ايش اساعدكم يلا. ها والله يوم النور. طيب تستخدم بدل المفك. لا طيب بعض الناس يشربوا من العلب كذا صح؟ ايوه. بعض الناس يشربوها كيف العصير مثلا؟ ايش يحطوا داخل المصاصة؟ حلو. اذا الفتحة اللي موجودة فيها المصاصة. صح الكلام. إجابة صحيحة. صحيحة صحيحة. إذا فعلا الفتحة الموجودة بجانب لأجل أن تثبت فيها المصاصة الموجودة هنا. ولهذا اسمك الكريم؟ عناد السقاف. عماد خالد عبد الله. جميل البحيري. 40,000 ريال هنا في مدينة التربة. ألف ألف مبروك، يعطيك العافية. وين التحية من الزخ؟ 40,000 يعطيك العافية. الله يعافيك. في حظك من جوالك يا رب، ان شاء الله يكون حظكم احلى من حظي بكثير بكثير بكثير. انا حظي نوعا ما ها وها، لكن في هذه الفقره حيكون جميل ورائع معكم للميدان، لان هذه الفقره مقدمه من اليمنية العمانية المتحده للاتصالات شيو. انت الاصل. في البدايه دائما اسال الواحد اذا في عنده تليفون، انتقل بعد كذا الى مجموعه من المراحل نحاول من خلالها ان احنا نشد العزيمة على إنه الأشخاص يتصلوا بآبائهم أمهاتهم إخوانهم أخواتهم، وتكون هناك روابط التواصل فيما بينهم البين. بعد كذا ننتقل إلى رقم الحظ. رقم الحظ دائما يعتمد على آلية عرض الحلقة، يعني اليوم 9 فرقم الحظ 9، اليوم 10 رقم الحظ 10، وهكذا. إذا كان موجود في آخر 3 مكالمات هذا الرقم الموجود فهذا يعني أنه سينتقل للمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة امتلاكية لشريحتي أم لا. بعد كل هذه اللخبطة اللي مش عارف انتوا فهمتوها ولا لا، حتنتقلوا معايا للميدان وتشوفوا معايا الفائز في حلقة اليوم. ضيع اليافعي. من يا؟
نافع يا حية بالحلوة هذه. تماني. تماني. تماني ولا تماري؟ تماني. إيش معنى تماني؟ يعني أتمنى كذا أي شيء كذا. تتمني أي شيء؟ أي شيء تتمني يتحقق؟ لا. ليش؟ بابا؟ ها؟ هذا بابا؟ أيوة. المفروض يحقق لك أمنياتك يا تماني. الله يعطيكم العافية يا رب. طيب هذه الفقرة تعتمد على الحظ وعلى أيضا تعميق يعني التواصل بين أفراد الأسرة. إحنا اليوم رقم الحظ عندنا 23. أعطيني آخر ثلاث مكالمات تنتهي برقم 23. آخر ثلاث مكالمات فائتة أو صادرة تنتهي بالرقم 23. يا رب يفوز يا رب. تقول يفوز ولا لا؟ إيه. تشوفي برنامج ولا لا؟ ها؟ تشوفي برنامج ولا لا؟ إيه. والله؟ فل. ما في. 23. فشلنا فيها. ترى انت نزلت على المكالمات الثلاثة الأخيرة ها؟ ما في 23 ما في. كسبنا حظ شوفتك ويعطيك ألف عافية. موفق يا تماني. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. What's your name? سيفات الله. Where are you from? Where are you from? Bangladesh. And you? Name Nasir. Where? Nasir. What's your name? Nasir. Where are you from? Bangladesh. You have a phone? أيوة. Where is it? Okay. I'm asking you today. You are calling for your mother. أيوة. Where? نشوف يا رب يكون تسلموا. هذا إذا فهمني طبعاً. نت ما في. No. إنترنت ما في. نت ما في. نت. No. تتكلم عربي. أنت اتصلت لماما اليوم؟ ما في ما. أوكي thank you. الحمد لله وشكر الله. عارفين باسمكم من وين؟ اسمي القاسم محمد من ريمة. من ريمة. يا حيا اسمك الكريم؟ يوسف عبد القاسم من تعز. من تعز ما بين تعز وريمة من اللي حظه حلو؟ إن شاء الله نحن نركز وفقه. أنا عندي سؤال، مين معه التلفون منكم؟ أنا معه التلفون هذا مكسر. طلع تلفونك. ما بين تعز وريمة. معي سؤال أو عدة مراحل، إذا استطعت أنك تجتازها تحصل على 100,000 ريال، نشوف من حظ مين حتكون. إن شاء الله. أول حاجة الوالدة موجودة؟ الوالدة المراحقة أمي قد ماتت. الله يرحمها. الوالد موجود؟ الوالد قد مات. الله يرحمه. زوجتك موجودة؟ موجودة في قلبه من الله معي أي حاجة. كم موجودة في قلبه؟ شد حاجات في جابي. لحظة كيف موجودة في قلبه؟ واجب الآن هي بتربي حق. آخر مرة اتصلت لها متى؟ قبل سنتين. لا تسمعوش غلط. تسمعوش. جاوب صح. متى اتصلت لزوجتك آخر مرة؟ اتصلت لها اليوم ولا أمس؟ اتصلت لها أمس العشي ويوم. حلو. افتح الآن الاتصال حقها. افتحت اتصال حقها وطابي مكسور. مكسور. الحين الله. ملاني كيف أفعلك ذا الحين كيف أربي حق؟ الوالدة موجودة. موجودة الحمد لله. اتصلت لها آخر مرة متى؟ والله ما عندها أصلاً قريب منها. في اتصال خلال اليوم أو أمس؟ لأمي. أيوة. ورينا آخر مكالمة متى كانت؟ آخر لا أنت تفتحين المكالمات القديمة. هذا متى؟ حلو طيب أوكي. هذا الوالدة 20,000 ريال. كذا إيش مسجلها؟ باسم ابني جياد. جياد تأكد. ابني. أمك. والله ابني والله. أنا ذر والله ابنك. هذا رقم أمك. يا رقم أمك. حلو. أبوك. أبي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. زوجتك. موجودة. متى اتصلت لها آخر مرة؟ ما اتصلت لهاش. عاد أنا جت من عندها. أخوك. أخي أول قبل شوية. استحر رقم أخوك. هذاك حازم. ما لديك ترتعش؟ حلو. إذا الأول 20,000 ريال والثاني 20,000 ريال كم صارت معك الآن؟ 40,000 ريال. حلو. افتح لي آخر ثلاثة أرقام. آخر ثلاثة أرقام الأول. إحنا اليوم رقمنا 23. هذا 33 آخر رقم. 33. إحنا شو بنشي 23. طيب اللي بعده 81. لا باقي حق أخي 79. لا هذا أنا آخر ثلاث مكالمات صادرة ولا واردة؟ صادرة واردة. لا معك ثلاث مكالمات صادرة وثلاث واردة لازم تكون. هذه واحدة واردة وثنتين صادرات. افتح ثلاث واردة وثلاث صادرات. يلا نشك تربح. 30. واردات 30. إحنا كم قلنا 23. هذه هي 23. حلو 23 كم صارت معك الآن؟ 60,000. حلو أحسنت. آخر حاجة معك رقم يو؟
طيب الحاجة 7-3 القديم مو بجذور. أحسنت وريني إيش مسجل لما لا تقدر تعيش. إيش سجله؟ ما تسجله وإيش ما لا تقدر تعيش. أول مرة قابلك أصلاً. طيب طيب معك رقم مايو من متى تستخدمه؟ ناقض له كثير فترة. طيب وريني مسجل رقمك باسم من؟ رقمك أنت مسجله باسم من؟ رقمي باسمي. اتصل من هنا لهنا كذا نشوف. ما بش رصيد. رقمك صح ولا لا؟ هاي رقم. حلبك الله. والتلفون هذا هو أصلاً 7-3. 7-3. إذن كم صارت معك الآن؟ 80,000. ما 800,000. 100,000 ريال. 100,000 ريال. إذن هي جائزتنا المقدمة من الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. وألف ألف مبروك لمحافظة تعز. يعطيك ألف عافية. 100,000 ريال. في كأس العالم كان صاحب الهدف التاريخي مع المنتخب الصيني والتي أقيمت في الإمارات في عام 94. هي الشخصية التي سنتعرف عليها اليوم من خلالكم أنتم عن طريق بحثكم عن هذا اللاعب أو النجم الرياضي اليمني المعروف. إذا استطعتم معرفته فما عليكم سوى الدخول على الرابط الظاهري أسفل الشاشة وإنارتنا كإنارة هذه الأجواء الجميلة بالإجابات الصحيحة. حظا موفقا للجميع. ذلك القارب الذي سينهي مشواره في مكان ما في البحر أثر أن يبتعد عن اليابسة كي يذهب إلى أعماق هذه الخيرات. أنا أيضاً آثرني الوقت وأن أبتعد عنكم للأسف الشديد أنا وطاقمي بعد انتهاء حلقتنا لهذا اليوم من طائر السعيدة. سنحاول أن نبحث لنا عن مكان نرسو فيه إما في البر أو في البحر أو حتى في الجو. آملين من الله سبحانه وتعالى أن ترسو قلوبكم أينما تحب ومع من تحب. إلى أن ألقاكم لكم من أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. أهلا بكم في طائر السعيدة الفايدة والمتعة الفريدة خفة ومعلومة مع جوائز حضرة معانا كل يوم جديدة طائر السعيدة طائر السعيدة أهلا بكم بسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي وفي الجبل كنا مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي أهلا بكم في طائر السعيدة هلا بكم في طائر السعيدة